الدنيا على حال. قال أمير المؤمنين عليه السلام: اتق الله في كل صباح ومساء، وخف على نفسك الدنيا الغرور، ولا تأمنها على حال، واعلم أنك إن لم ترضى نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروه، سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر. فكن لنفسك مانعا رادعا، ولنزوتك عند الحفيظة واقما قامعا.